Welcome again, dear students. In our online lesson for today, we have Unit 6, Lesson 2. For today, we are going to talk about the different types of accounts. الأنواع المختلفة من الحسابات. So, have a look at this picture. Which account should I get? Which account, أي حساب يجب أن أحصل عليه. إذن كلمة account هنا طلاب معناها حساب. There are four types of accounts. أربع أنواع من الحسابات. الحساب الأول. You can see the picture. This is called CCB Children's Account. حساب الأطفال. النوع الثاني CCB Savings Account. حساب التوفير. من اسمه save معناها توفر تدخر حساب التوفير. CCB Current Account الحساب الجاري. And the last one CCB University Student Account يعني حساب طالب الجامعة. CCB Children Account حساب الأطفال for children للأطفال under 17 اللي تحت سن 17. إذن كل طفل تحت 17 يكون عنده حساب يسموه Children Account. The second one we have CCB Saving Account حساب التوفير اللي هو يختلف عن Current Account الحساب الجاري. يختلف ركزوا يعني خلينا نوضح لكم إياه هنا بمخطط بسيط حتى توصل لكم الفكرة مباشرة. لاحظوا عيني طلاب. We have saving account and current account. حساب منو؟ حساب التوفير وحساب الجاري. من اسمه طلاب عيني saving يعني if you want to save your money for a long time. شو معناها طلاب السيفينج؟ معناها if you want to save your money for a long time يعني تدخر نقودك لفترة طويلة بالبنك. بالتالي إذا الشخص هاي أولا نكتبها هاي أولا إذا بالتالي إذا تدخر نقودك لفترة طويلة بالبنك إيش راح يعطيك عليها؟ The bank well give you سيعطيك a rate of interest حينطيك معدل من الفائدة فوائد. إذن شنو interest؟ فائدة. When will you get interest؟ متى ستحصل على فائدة؟ If you open saving account. Okay. Which account should you get? أي حساب يجب أن تحصل عليه if you want to save your money for a long time. إذا ردت تدخر نقودك لفترة طويلة. Which account should you get? راح تقول I should get saving account. يجب الحصول على حساب توفير أو فتح حساب توفير. واضح؟ إذا حساب التوفير بها نقطتين. Save your money for a long time. تدخرها لفترة طويلة راح تحصل فائدة. هاي النقطتين تنحفظ. فائدة مع save for a long time you should open saving account. السيفينج طلاب عكس كلمة current توفير جاري. الجاري هنا أنا ما راح تخزن نقودك لفترة طويلة لا. هنا راح نقول if you want draw تسحب your money نقودك at any time you want. هنا save your money هنا draw تسحب في أي وقت أنت تروح تسحب نقودك. أوكي كيفك كل شهر كل شهرين راح تسحب النقود. هنا لا أخزنها فترة طويلة. من خزنتها فترة طويلة هنا راح يعطيك فائدة. هنا لا راح أسحبها بين فترة وفترة بالتالي ما راح ينطيني فائدة. إيش راح يعطيك؟
the bank will give you checkbook. What do you mean by checkbook? معناها دفتر، شيكات أو صكوك. واضح يعني طلاب؟ Which account will you get interest? يا حساب تحصل بيه فائدة يطوك فائدة؟ تقول saving account. Which account يا حساب will you get راح تحصل بيه checkbook؟ يا حساب تحصل بيه دفتر صكوك من هو؟ Current account، الحساب الجاري. ليش حينطوك دفتر صكوك؟ يعني انت بين فترة وفترة راح تروح draw your money out any time. اذا هنا عندي saving توفير it is the opposite of current. توفير وهنا حساب جاري، من اسمه جاري يعني تسحب النقود، من اسمه saving توفير راح save. ماشي يعني؟ بعد ما اخذتوا فكرة عن هاي بيناتهم المقارنة أتمنى تكتبوها حتى تفهموها حتى نعرف نحل التمرين. راح نجي نكمل أنواع الحسابات. هسه نجي للنوع الثاني اللي هو أقروه، هو هسه شرحناه سيفينج أكاونت حساب التوفير. راح ينطيك بي فري اي تي ام كارد، شرحناها البنك كارد اللي أستخدمها حتى أسحب نقود من ماكينة الصراف الآلي. راجع الدرس الأول مال الوحدة السادسة. وراح ينطيك بي مانثلي بانك ستيتمنت، شرحناها البنك ستيتمنت. وصل يوصل لك، يقول لك ايش قد عندك مسحوبات، ايش قد عندك مبلغ بالبنك، ايش قد ساحب، ايش قد مودع. نجي الى النوع الثالث سي سي بي كرنت اكاونت، الحساب الجاري. هسه شرحناه اللي هو شو يقول الحساب الجاري. If you want to draw your money at any time you want، تسحب نقودك باي وقت، هنا البنك راح يعطيك تشيك بوك، دفتر صكوك. هنا راح ينطيك فري تشيك بوك، باعوا، لاحظوا لاحظوا فري تشيك بوك، اهم نقطه تحفظوها بهاي فري تشيك بوك. شوفوا عيني كرنت اكاونت، كرنت اكاونت راح يعطيك تشيك بوك، تشيك بوك دفتر صكوك. راح ينطيك فري تشيك بوك، دفتر شيكات، فري اي تي ام كارد، ايضا بطاقه صراف الي مثل هذا، ايضا مونثلي بانك ستيتمنت مثل هذا، بس الفرق انه هذا يعطيني بي تشيك بوك. وبعد اكو فد ملاحظة مهمة بالكرنت اكاونت، بالحساب الجاري، اللي هي طلاب لاحظوا يمي، راح ينطيك مينيمم بالانس، ينطيك ابقاء حد ادنى من الرصيد، مثلا 20,000 دينار عراقي و or will pay او تدفع فيه رسوم of 10,000 عراقي دينار per month، او تدفع رسوم 10,000 دينار عراقي بالشهر. هاي شنو طلاب؟ يعني هذا الحساب الجاري تقدر تبقي حد ادنى من الرصيد، مثلا سحبت فلوسك بس مو كلها، راح تبقي فتقسم او جزء قليل منها بالبنك، هذا يسموه minimum balance، تبقي حد ادنى من الرصيد، ما تسحب كل النقود كلها لا. هذا يا حساب يسمح لك بهاي الميزة الكرنت اكاونت. نجي الى راح يوفر لك overdraft facilities. What do you mean by overdraft facilities? Overdraft facilities it means the ability to use more money than you have in your bank account at the moment. يعني شنو؟ مثلا عندك 400,000 بالبنك وانت تريد تسحب اكثر من هذا المبلغ، راح عادي يقرضوك اكثر، مثلا 700 800، زين عيني، فهذه يسموه تسهيلات سحب اعلى من الرصيد، سحب اعلى مما موجود عندك بالبنك. Overdraft facilities هاي طلاب عيني هاي تحفظوها. Overdraft طبعا هاي الجلوسري، Overdraft facilities سحب تسهيلات سحب اعلى من الرصيد، هي الابيليتي تو يوز مور ماني، تقدر تستخدم نقود اكثر، than you have اكثر مما موجود لديك in your account at the moment في هذه اللحظة. اذا ملاحظتين ننتبه لها بالcurrent account بالحساب الجاري، شنو هي الملاحظتين المهمة؟ checkbook و minimum balance، هاي اهم اثنين، توفر checkbook و minimum balance، تقدر تحفظ حد ادنى من الرصيد. اوكي، overdraft facilities وسحب اعلى من الرصيد. آخر حساب CC University Student Account،
حساب طلاب الجامعة، هم free checkbook، دفتر صكوك مجاني، free ATM card، بطاقة صراف، monthly bank statements اللي هي بيان الكشف، no minimum balance، ما بي حد أدنى من الرصيد، 50% of credit card fee، ياخذوا الرسم لبطاقة الائتمان 50%. نجي هاي التعاريف الجوا مطالبين في حفظها طلاب، شرحناها overdraft facilities، minimum balance الحد الأدنى من الرصيد، معناها smallest amount مبلغ أصغر مبلغ من المال you can have تستطيع أن تحفظه في حسابك، أصغر كمية من المال تستطيع الاحتفاظ فيها في حسابك، ما تسحب كل فلوسك من البنك، تبقي فد شيء قليل without paying bank charge بدون أن تدفع رسوم. ATM اللي هي Automated Teller Machine، ماكينة الصراف الآلي، وشرحناها بالدرس الأول، هي ماشين ماكينة you can withdraw cash from، تسحب نقدا منها. قلنا شلون أسحب منها نقود إذا تذكرون بالدرس الأول؟ باستخدام بطاقة البنك. آخر تعريف طلاب Credit Card Fee يعني رسوم بطاقة الائتمان، هي money you pay، هي النقود اللي تدفعها للبنك كل سنة if you have، إذا كان لديك credit card بطاقة ائتمان. هذا الجو عندكم listening. نجي إلى طلاب هسه you should open your book on page 121 بالactivity book. طبعا طلاب أيني عندكم كتاب النشاط هسه، كتاب النشاط في صفحة 121. أوكي؟ بعش مطلوب منكم. Lesson 2 صفحة 121. بعش يقول طلاب عني. Read the information on page 55 of the student's book. قريناها هسه كلها أنواع الحسابات. Answer the questions. أجب على الأسئلة التالية. Number 1. Which account is best؟ أي حساب هو الأفضل if you want، لاحظوا، to save. واضح؟ مبين؟ مبين وين الدليل؟ أي حساب هو الأفضل إذا ردت تدخر النقود لشراء شيء باهظ الثمن؟ مع طول save إذا نشرح نكتب saving account. Number 2. Which account can you get؟ أي حساب تحصل عليه if you are 16؟ إذا كان عمرك 16، هذا أي حساب قلنا من الحسابات قبل شوية؟ يا حساب الأطفال، لاحظوا، إذا كان عمرك، وياتي، إذا كان عمرك تحت ال 17، إذا كان عمرك تحت ال 17 يا حساب children's account، حساب منو؟ الأطفال. إذن إيش راح نكتب هنا؟ راح نكتب أي حساب تحصل عليه إذا كان عمرك تحت ال 16 children's account يعني حساب الأطفال. Number 3. Which account أي حساب requires يتطلب minimum balance؟ هسه من الحسابات الأربعة قلنا يا حساب تقدر تضع مبلغ قليل ما تسحب كل النقود. Good. Current account اللي هو منو قلنا الحساب الجاري. Number 4. If you think you might need، إذا تعتقد أنك تحتاج أو من الضروري spend more money، تصرف نقود than you have in your account، أكثر مما لديك في حسابك. أي حساب ستحصل عليه إذا أنت تريد تسحب نقود أكثر مما موجود عندك بالبنك؟ قلنا يا حساب يوفر هاي الميزة، يوفر تسهيلات سحب أعلى من الرصيد، هسه قلنا current account أيضا حساب الجاري. الأخيرة which account can you get only if you are at university، يا حساب تحصله إذا أنت كنت بالجامعة، أكيد a university student account يعني حساب طلبة الجامعات. طلاب نجي للتمرين بالجوا، كلش مهم طلاب هذا التمرين من التمارين المهمة جدا. شوفوا عيني شيري. Match the verbs and nouns.
وصل الأفعال بالأسماء to make collocations لعمل متراصفات. المتراصفة أو المتلازمة أو المصفوفات هي الكلمات words that come together. Words that you can find together هي الكلمات اللي نجدها سوية طلاب متلازمة وحدة بصف اللغة. أوكي عيني؟ مرات تجيني noun plus noun, verb plus noun, adjective plus noun. واضح؟ هسه هنا merge the verbs and nouns. وصل الأفعال بالأسماء لعمل متراصفات أو مصفوفات وحدة بصف اللغة. أوكي؟ مهمة جدا هذه. طبعا هنا المتراصفات عندنا شكلها verb plus noun. Verb and nouns. Number one. Open, open, يفتح an account, حساب. إذن open an account, okay? Open an account, أشربوها بكتبكم. Number two, pay, يدفع an interest. Pay, يدفع interest. Pay interest, يدفع فائدة. Deposit. هنا يودع. طبعا طلاب deposit تجي verb يودع وتجي deposit noun بمعنى وديعة. تذكرون الوديعة من عرفناها والرسوم والمخطط؟ الوديعة هي money that you put in your bank account, هي النقود اللي تضعها بالبنك, هاي الوديعة. بس هنا deposit جاية verb يودع. يودع 5 مليون Iraqi dinars, 5 ملايين دينار عراقي. إذن deposit 5 مليون إيراكي دينار. Make مهمة جدا. Make يعمل أو withdraw يعمل مسحوبات أو سحب. البعدها maintain يبقي أو يحافظ على. توصلوها بالminimum balance. طبعا أنتوا بالوزارة مو توصلوها تكتبون وحدة بصف اللغ. أوكي open an account, pay interest, deposit 5 مليون Iraqi dinars, make withdrawal, maintain يبقي على المينيمم بالانس, charge يفرض في رسم يفرض في. واضح يعني طلاب؟ هذا السي لسنينج. نجي الى بعده passive forms, اشكال المبني للمجهول, شرحناها بالتفصيل في فيديوهات سابقة تقدرون تشوفوها. هذا التمرين أيضا حليناه بالفيديوهات السابقة. إذا تردون هسه على السريع هيجي أحله أقلامكم وكتبكم وحلوا بصفحة 122 دي unscramble. قلنا unscramble يا طلاب معناها رتب. رتب الكلمات التالية لعمل مبني للمجهول. هو هنا منطيني جملة عادية حالها بين قوسين, هذا الحال محلولة هي مبني للمجهول بس يريد أرتبه. شو راح أرتب الأولى؟ راح أقول my wallet. My wallet was stolen last week. حليتوها؟ My wallet was stolen last week. شرحناها بالتفصيل الممل بالفيديوهات السابقة. Number two. Somebody robbed the bank yesterday. شخص ما سرق البنك البارحة. ثاني يوم خربطة هنا وراح يقول لي unscramble رتبها. راح أعطيكم الحل. The bank was robbed yesterday. Number three. Somebody will pay the bill tomorrow. هاي حالة المستقبل. ثاني يوم خربطة بين قوسين. Tomorrow bill will there be paid. Then the bill will be paid tomorrow. الأخيرة Egypt are unused coins these. Then these coins are used in Egypt. واضح طلاب عيني؟ هذا عندنا هذا أيضا نقاش بين الطلبة بالمدرسة. عندنا تمرين صفحة 124 أيضا حلينا. واضح عيني؟ شرحته بالدروس السابقة راح أحلها على السريع. Number one, the check signed last week. لأن last week قلنا بالماضي إذا was signed. Number two, a fee will be charged. Will be charged if you don't have enough money in your account. Number three, this letter was written by my father. Number four, the magazine
is published every month. Number 5. I use my father's car while my car was being repaired. Number 6. My bedroom is being painted, so I'm sleeping in the living room. Number 7. My ATM card was stolen yesterday, so I have to get a new one yesterday in Delhi. Number 8. Bank statements. أدي هذا الدليل قلنا مهم. At the end of each month, bank statements are sent at the end of each month. Thank you for your watching and listening.